ما حكم لف الشعر من الخلف على شكل دائرة؟ هل هذا معناه كأسنمة البخت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل شعر الرأس جمالا للمرأة، تغذيه وتعتني به وتصلحه بما يناسب، ولكن إذا عملت به على شكل فيه تشبه بالكافرات أو عملت فيه ما يخالف السنة فإنها تنهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وذلك بأنهن يجمعن الشعر ويجعلنه فوق رؤوسهن بحيث يظهر للرائي كأن لها رأسين، الرأس المخلوق المعتاد ورأس آخر أو حجم آخر من الشعر يضاهي حجم الرأس، فيكون كأن لها رأسين كسنامي البعير البخاتي. فهذا الشكل من ما يعمله النساء في شعور رؤوسهن ممنوع ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب للوعيد عليه بهذا الوعيد الشديد، لأن ضابط الكبيرة كما قرر المحققون من أهل العلم ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا، وهذا العمل من هذا النوع. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل في شعورهن وفي أمورهن عامة، وأن يتقيدن بالآداب الإسلامية ويحافظن على الكرامة والحشمة والبعد عن ما يجلب الفتنة أو يخالف آداب الشريعة أو يكون فيه تشبه بنساء الكفار. نعم.